22/2 اليوم. هذا هو استساع الدستور، حرم محلات السوق، اطلاق النار الكثيف والانفجارات التي تحصل على منطقه السوق. هذا سوق حمص، هذا سوق حمص الاسري، هيك سوى في بشار الاسد. وين الدستور؟ اليوم يطلع نتائج دستور 99.9، هيك اعطوا لنا الانتخابات بسوريا 99.9. المشهد متناقض في سوريا، ففي موازاة الاستفتاء على الدستور أعمال العنف تتواصل في المدن المختلفة، وخصوصا في حمص حيث قتل مدنيون في أحياء المدينة، كما سقط عناصر من القوات النظامية إثر اشتباكات في حي الحميدية بين الجيش ومجموعة منشقة. حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى ذلك يتواصل سقوط القذائف على حي باب عمر وسط نداءات واسعة لإيصال المساعدات الإنسانية، فيما فشلت مرة جديدة المفاوضات التي يجريها الصليب الأحمر مع السلطات والمعارضين لإجلاء جرحى بينهم صحفيان غربيان. وهي باب عمر تدك بالصواريخ اليوم الثالث والعشرين على التوالي. في درعا حيث تدور اشتباكات، أشار المرصد السوري إلى دخول ناقلات جند مدرعة إلى المدينة. هذا وتتواصل أعمال القمع في محافظة إدلب التي قصفت بالدبابات، واستمرار العنف يأتي في مقاطعة المعارضة الاستفتاء على دستور جديد يلغي الدور القيادي لحزب البعث ويحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. نحن جايين اليوم لنستفتي بالدستور اللي قدمني السيد الرئيس، الله يخلينا إياه ويديمه إلنا ولهالوطن للعالم العربي كله بشكل عام كمان. من جهته أكد الإعلام الرسمي أن عمليات التصويت في الاستفتاء تمت بزخم في حلب وغيرها من المحافظات، وكان الإقبال كبيرا في دمشق حيث شارك في الاستفتاء أركان الدولة والرئيس بشار الأسد وزوجته. لو قارنا الإعلام الرسمي السوري الآن بالإعلام الرسمي في المنطقة فأنا بعتقد هو الأفضل. نحن منتابع منشوف أقنية مختلفة، والهجمة اللي علينا هجمة إعلامية. صحيح الإعلام مهم، ولكن بالأخير الإعلام لا يتفوق على الواقع. يعني يمكن هنا بالفضاء أقوى، لكن نحن على الأرض أقوى من الفضاء. مع ذلك نحن بدنا نربح الأرض والفضاء، نربح كل شيء، وهذا الموضوع عليك. ساحة السبع بحرات وسط العاصمة شهدت بدورها مسيرة حاشدة تأييدا للأسد ولمشروع الدستور الجديد. في السياسة، موقف لافت لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، إذ دعت الجيش السوري إلى وضع مصلحة بلاده قبل الدفاع عن نظام الأسد، مشيرة من الرباط إلى أن الدائرة التي تحيط بالرئيس قلقة من الهجمات الوحشية الجارية. بدوره أعلن وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو أنه سيلتقي المجلس الوطني السوري قبل الاجتماع المقبل لمؤتمر أصدقاء سوريا المقرر عقده بعد ثلاثة أسابيع في اسطنبول.